بسم الله الرحمن الرحيم. حلم الاستاذ ان شاء الله على الاجوال. انا بعتبر استاد الزمالك هو استكمال للثوره في نادي الزمالك بعد قناه الزمالك. كان في حلم يبقى في قناه. لما حبينا نعمل قناه اكبر نسبه مشاهده في جميع القنوات يبقى قناه الزمالك. لما حبينا نعمل استاد نعمل حاجة عالمية زي السادات كده بتاعت لندن. لما حبينا نعمل 6 اكتوبر نادي زي ما انتوا شفتوا كده مش جايبين حتة ارض ومعزة وخروفين ونقول ده نادي. ما بنعملش حاجة الكلام ده. ما بنضحكش على الاعضاء. ولما بنيجي نعمل استاد بنعمله على حسابنا احنا. حساب النادي. محدش بيدفع لنا حاجة ولا بنأجر استادات. اسمه استاد الزمالك فقط مش الزمالك والسلام أو الزمالك ومصر الدولي أو الزمالك ودار الفؤاد. لا ده نادي الزمالك. استاد الزمالك نادي الزمالك. والإخوة اللي طلبوا إن يتعمل استاد باسم المرتضى منصور لا اسمه استاد الزمالك. بشكرهم على شعورهم. الزمالك اهم مني 100 مره والا كنت حطيت اسمي على اي منشاه جوه النادي. والنادي كله منشآت بالاسماء. فهو ده استاد الزمالك. النادي ما كانش فيه جنيه. عشان تبتدي تبني على ان يبقى معاك 50 مليون تبتدي تشتغل. النادي النهارده فيه ربع مليار جنيه غير فلوس كهرباء اللي هناخدها 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 هناخدها. وفي الاخر اقول لك شفت هديتي ليك يا كابتن بيبو ان انا هديت لك واحد ما بيلعبش وخدت 50 مليون جنيه منك قبل الزياده. 2 ما خدناش جنيه من الشركه الراعيه لا رعايه ولا بس. شفتوا بقى؟ وده مثلا حوالي مثلا 200 مليون جنيه. فكان في اجتماع مع شركة المقاولات اتفقنا هنبتدي خلاص ويطلع المشروع للنور. استاد الزمالك مدينة 6 اكتوبر. فاحنا خلينا مركزين في ما فرقنا. وانا قبل الماتش ما يبدا بحوالي نص ساعة افتح السبيكر امير مكافأة لكل لاعب 70,000 جنيه. المفروض المكافأة للي بيلعب. لا المكافأة للي بيلعب واللي ما بيلعبش. عشان كده اتخلق الحب بينهم. محدش بيتذمر انا ما بلعبش ليه؟ لانك انت لو انت راكبني حتى لو مستواي مش كويس او مصاب وبتدي زميل اللي بيلعب 70,000 وما تدينيش انا لاخويا اكرهه. كله وده النظام بتاعنا. عشان كده تشوف الحب وبتشوفه لما الزمالك بيجيب جول اللي بيجري عليهم من بره اللي ما بيلعبوش بيبقوا كلهم فرحانين اكتر من الولاد.